أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقلنا أقوم يعني أكثر استقامة وسلامة، لأن الحق سبحانه وتعالى حينما استخلف الإنسان في الأرض أعد له كل متطلبات حياته الضرورية، وإن أراد أن يترف نفسه فقد ضمن له في الكون كنوزا، إن أعمل عقله وطاقته يستطيع أن يستفيد منها. وبعد ذلك طلب منه أن يعمر الأرض، أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، والاستعمار أن تجعلها عامرة، يبقى ده عايز مجهود، المجهود ده عايز مواهب متعددة، وعايز تكاتف مواهب، مش واحد يبني والتاني يهدم، فلا بد من أن ينظم حركة الحياة تنظيما يجعل المواهب في الكون تتساند ولا تتعاند وتتعاضد ولا تتعارض. دي يعملها ازاي؟ لازم ينزل منهج ايه؟ انزل الكتاب بالحق والايه؟ والميزان، يعني دهاجة. فقلنا اقوم من ناحية العقيدة وقلناها، وقلنا اقوم ايضا من ناحية صفات الحق سبحانه وتعالى، وقلنا اقوم من ناحية الامور اللي احنا نستنبطها بالايه في الكون. فطلب منا اننا نعمل عقولنا ونتدبر ونشوف الظواهر ونستنتج منها ونعمل كل حاجة عشان نستفيد، لكن ان لا نتطلع، نبقى طلع يعني نطلع على كل حاجة، ألا تطلع الى ان نكون نتجسس على بعض. اذا اقوم اباح لنا اننا نقعد ندعبس في الكون ونشوف اسرار الغيب اللي فيه، لكن غيب الناس مخليه متغلب. ليه؟ لان دي رحمة بك انت، لان الله يريد ان يثري حركة الناس. فهب أن إنسانا له سيئة، وهذه السيئة موجودة في خصاله مش غادر يسيبها، إنما في حسنات كتير، فلو أنك اطلعت على سيئته ربما زهدت في حسناته. يوم يقول لا، خلي السيئة مسطورة عشان تقدر تستفيد من مين؟ من حسن. يبقى بيسريك ولا ما بيسريك شيء؟ وانت زي ما عملنا وياك كده عملنا مع غيرك، قلنا لهم برضو ما تروحوش تتبعوا ايه؟ فتتبعوا غيب الإيه. ولذلك ما أنعم الله على عبيده نعمة أكثر من حفظ الغيب عنده هو، لأنه رب. إنما إحنا مش في نشرب عبودية، إحنا عبودية ونقعد كل واحد يعرف حي بعد التاني يقعد يفضحه ولا ما يفضحوش. إنما الحق سبحانه وتعالى يقول كن طلعة في استنباط أسرار الكون، إنما لا تكن طلعة في تتبع معايب غيرك، لأنك إن تتبعت المعايب أذهبت على نفسك مصادر تقدر تنفعك بحسنات إيه؟ كثيرة. افرض واحد صنايعي كويس أوي 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 كده، بس عمال مثلا بيشرب خمر سيرا مثلا، مالكش دعوة أنت عشان تستفيد منه، ما تقولش ده إن عرفتها تقول ده ابن كلب والله ما أنا رايح، لا سترها عنك عشان إيه؟ تستفيد من مين؟ تستفيد من إيه؟ من حسناته. الحق سبحانه وتعالى يريد حركة في الكون، حركة متبادلة. الحركة المتبادلة لا تنشأ إلا بوجود تنافس، بس التنافس ما يؤديش إلى شراسة الاحتكاك، ولذلك يقول لك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إنما ما نعوش نتنافس بقى عشان نعملها شكلة كل يوم، تنافس تقول ده وده فلان ده نجح ازاي، قال لك ده بيذاكر وبيواحد مش عارف ايه وبياخد باله من الدروس ومش عارف، تبقى المنافسه ان انا برضه اذاكر واخد بالي من الدروس واجي مش عارف ايه، مش اخليه بيذاكر واروح اقطع له الكتاب بتاعه ولا امشي اهزقه واقول له مش عارف ايه. يبقى اذا بيعمل ايه في ذلك؟ فليتنافس الايه؟ المتنافس. يبقى الحق سبحانه وتعالى بده يعمل حاجه. ولذلك الناس تزعل لما يكون فيه اعداء له، يزعل يقول له لا ده عدوك ده، ان انت واستغللت حكمه الله في ايجاده لن تفعت به انتفاعا لا ينفعك به الصديق. ليه؟ أما قال لك لأن الصديق يمكن يغشك وينفقك، إنما عدوك قاعد عامل لك إيه؟ بالمرصاد، إن عملت أي حاجة كده يروح فضحك تقوم تخاف لا يفضحك ما تعملهاش، تخاف لا يسبقك إلى خير تقوم أنت تعمل إيه؟ تتجدم. ولد عدوه في الفصل مش عارف يقول لك يمكن يطلع عليها الأول ابن الإهدي، لا أنا أروح أذاكر عشان الله. يبقى إذن العداوة، ولذلك الشاعر لما يقول هداية لهم فضل علي ومنة فلا أبعد الرحمن عني الأعادية. قال له واحد بيدعي إن ربنا ما يبعدش عنه الأعداء، قال لك إيوه لأنني فاهم الحكمة فيه،
قموا بحثوا عن زلتي فاكتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. إذن لازم تعرف لكل حاجة إيه. طيب لكن هل تؤدي بقى إلى الشراسة؟ لا. تنافس إنما ما يؤديش إلى الإيه؟ إلى شراسة الإيه؟ إلى شراسة. يبقى أقوى ولا مش إيه أقوى؟ قلنا المجتمع عايز توازن، اللي يعمل كذا يبقى ارتكب جريمة نجرم الشيء، والجريمة دي عقوبتها كذا، والعقوبة نمكن اللي اعتدي عليه إنه يردها زي ما، إنما نحبب في العفو. يبقى أقوى ولا ما عملش المسألة سايبة اللي يعمل اللي يعمله؟ لأنك أنت إن كنت قوي تعمل اللي تعمله، طب والضعيف يعمل ايه بقى؟ ما انت فيهم، لان القوة ليست ذاتية فيك، انت قوي النهاردة ممكن تبقى ضعيف بكرة. انا احمي الضعيف من قوتك الان لاحمي ضعفك غدا من قوة غيرك. تبقى اذا دي اقوى ولا مش اقوى؟ يجي يقول لك مثلا الناس عايزة اللي في حياة بده يرتقي ويسري حياته ويصعده ويبقى كبير، بدل ما هو ساكن يبقى بده يبقى له ايه؟ شقه. ويمكن لما يبقى له شقه يقول انا عايز بقى بيت من بابه. طب وعايز بيت من بابه ندي خد بيت من بابه. يقول لك بس يبقى له حته جنينه كده ولا حاجه كده نجري فيها العيال. طيب خد الجنينه، والله انا عايز برضه فرح له عماره كده عشان ناجرها ونصرف على الله. اذا ففيه طموحات بتسري الحياه. الطموحات اللي بتسري الحياه دي تخليك تعمل ايه؟ تخليك ما تبددش كل طاقتك. الطاقة اللي انت بتشتغلها وتجيب لك مثلا 10 جنيه في اليوم او في الاسبوع، تقوم تقول ما انا بدي يبقالي وبدي يبقالي، قوم نعمل ايه؟ نصرف 3 ونخلي لنا. تقوم يجي يوم ما كانش عندك ثلاجة تجيب لك ثلاجة، تجيب لك راديو، تجيب لك تلفزيون، تكبر شوية تجيب لك عربية، تعمل مش عارف يعمل لك شقة. طب ان صرفت كل دخلك يجي يوم ما يبقاش عندك حاجة. طب وان احتفظت بكل دخلك تبخل على نفسك وعلى عيالك ويكرهوك وتبقى حكايه، ومش بس كده، طب انت قدرت على نفسك، طب والمجتمع الثاني؟ ما انت لما تقبض دخلك السوق مش هيستفيد منك، السلع هتركض، وما دام السلع هتركض تبقى المصانع تقف ولا ما تقفش؟ المصانع وقفت يبقى البطاله تيجي ولا لا؟ اذا احنا عايزين حاجه تبقى قوام. لا دخلك ما تصرفوش كله ولا تكنسيش كله. ليه؟ لانك ان كنست كله عملت بطاله وعطاله والسلع تركض والسوق ينام. طب وصرفت كله ما يجيش يوم من الايام تراقي حياتك ولا حياه عيالك ولا؟ ولذلك والذين اذا انفقوا، فهذه احدث نظريه في الاقتصاد، والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك ايه؟ قوامه. الله. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لأن ما دام مغلولة إلى عنقك الدنيا البطالة تيجي. ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. لما تشوف واحد غيرك كده بقاله شقة ولا جاب مش عارف عربية ولا جاب أي حاجة تنحصر. ليه؟ لأنه هو ديك غدر على نفسه ولا كل دخله ما إيه؟ ما بدل. يبقى دي أقوى ولا لا؟ يبقى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل الإيه؟ فتقعد ملوما إيه؟ أهي دي أقوى. يبقى إذن كل نظريات في الحياة كل واشرب ولكن لا تسرف. ليه؟ أم قال لك شوف خد بالك إن أنت إن كلت وشربت على قدر طاقة الوقود عمرك ما تشتكي حاجة منها. إنما اللي بيخليك تشتكي إيه؟ الأكل بتعمله لذيذ متبل بقى وألوان متعددة وتحصل دي وتحصل دي، وبعدين تيجي تروح بعد ما كلت كده تروح واكل كده هتلاقيها سيف الأب، هات لي واد فوار، هات لي، وتقعد تلخم نفسك ومعدتك كده بالكلام وبتاكل من غير ما تجوع. لا استنى لما تجوع وانت اي اكل يحلى لك. ساعة ما تاكل اي لقمة كده وان شاء الله تكون حاف هتبقى حلوة لك ومش عارف ايه، يبقى كله واشربه ولا ايه؟ ولا تسرف. نظام كده. واللي يقعد يسرف وياكل كل حاجة ومش عارف ايه يقوم لما يجي يكبر بقى يمنع من كل حاجة، يقول لا دي ما تاكلهاش. ليه؟ اصلك انت خدتها في الاول. ولذلك كان زمان مثلا الناس الاعيان لما يعملوا الدقيق كانوا زمان بيطحنوا بقى ويجيبوا الدقيق اسمه العلامه، العلامه يعني الدقيق الايه؟ النقي الاول.
ويعمل منه العيش الابيض الحلو ده والقابب ومش عارف ايه، وبعدين الرده والبتاع يعمله سن يبقى ياكله الخدم والاتباع والبتاع، يقول له انت عملت كده لما يكبر، يقول له اوعى تقرب للدقيق الابيض، كل السن يا ابن الايه، السن اللي انت سبته زمان، عمال اسرفت في اكل اللحمه، يجي لك اللي مش عارف اللي ويبقى اللي خادم عندك قاعد بتمتع بخيرك وقاعد بياكل الطبخ الكويس، وانت عمال تاخد لقمه بجبنه وقاعد مش عارف، امال ايه يا لعبه ده كون متنصر. فيقول لك وكان قوام، ما دام يبقى قوام يبقى معتدل في كل ايه، في كل شيء، يبقى ان هذا القران يهدي للتي هي ايه، هي اقوم، وما دام يهدي للتي هي اقوم تبقى الحياه تستقيم والحياه تبقى ايه سليم، وبس كده استقامة حياة بس، وبعدين ليه الجزاء بعدين بقى في الاخر. يا سلام بقى نرتاح في الدنيا ويبقى لنا في الاخر. قال لك راحت الدنيا دي لانك انت مشيت ايه، مش ماشي بنظام عدل، ترتاح في الدنيا. ولذلك هناك ايه، فاما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، فيه آية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن تبع هداي فلا يضل، ايه دي كانت تبع ودي تبع ودي لا يضل ولا يشقى، وديك فلا نحيينه حياة ايه، ولا نجزينهم اجرهم باحسن. الله بقى نديله حياة كويسة وبرضه نديله ايه في الاخر، نديله حياة ايه. طيب اذا المنهج الالهي هو ايه، اقوى من الايه، اقوى من ليه، اقوى من المناهج. ام قال لك لان احنا نعرف في صناعات البشر كما قلنا سابقا ان كل صانع صنعة عارف اسراره، وعارف الوقود اللي تشتغل به، وعارف تؤدي لسلامة امتى، والمسمار ده الايه، والمفتاح ده يعمل بيه ايه، اللي صنعها كده. فالذي خلق الانسان هو اعلم بقانون صيانته. يقول لك افعل دي ولا تفعلش دي. هات بقى واحد يستعمل الآلة على غير الكتالوج بتاع الصانع، الآلة تؤدي مهمتها ولا تزرج منه تتفسد؟ كذلك الإنسان اللي خلقه ربنا. فآفة الناس في الدنيا أنهم يصنعهم الله ويخلقهم ثم يحاولون أن يأخذوا قانون صيانتهم من مثلهم. تنفعش قانون الصيانة يبقى ممن إيه؟ مما ألا يعلم من خلق، هو اللي خالق هو اللي يعمل. ولذلك يقول لك كل دي ولا تكونش دي. طب البشر بيعملوا كده، يقول لك ايه العربيات النقل نمشيها بايه، بالسولار مثلا، والتانية نمشيها بالايه، الجاز الابيض شوية، والتانية نمشيها بالبنزين اللي من نمرة مش عارف ايه، والطيارات نمشيها بايه، ايه عملني غير كده، نحيل ولا منحيل. تبقى انت عايز اللي خلقني لما اقول لي كل كذا ولا تاكلش كذا. طب ده انت بتعملها كده في آلاتك، بتدي لكل واحدة ما ايه ما يصلح، بقول لك ما تعملش دي، ما تجريش دي، مش عارف ايه، كل حاجة. إذن الحق حين يشرع لنا لأنه هو الذي خلقنا تستقيم الإيه، تستقيم الإيه. ومن هناك ولك فإن له معيشة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يا ريت بس معيشة ضنكا وتنتهي، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. انت مش نسيتنا وخلاص انتهت المسألة. إن هذا القرآن، هذا القرآن، طيب الآية لما نزلت ما خدش كل الأحكام جات، يبقى كل آية في القرآن قرآن، كل آية في القرآن قرآن. ولذلك قل فإذا قرأناه فاتبع القرآن، مش القرآن للمجموع ده كله، كل آية تنزل أهو القرآن لحد كده. وبعدين بقى إيه؟ لما تكتمل بقى كل المسائل اللي تدي قوام الحياة وسلامتها واستقامتها، يقول الآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فإن استشرف مستشرف أن يستزيد، قل له لا يقول ربنا ما عملش حاجة ناقصة عشان انت تيجي تكملها لنا، بل دعبس في كتاب الله عشان تلاقي الايه الخير اللي انت بتايه اللي انت هتطلبه. إن هذا القرآن يهدي للتي ايه هي ايه، هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. دي حاجة ثانية بقى، أن لهم أجرا كبيرا. أجر كبير ولا أجر أكبر؟ كان المقصود يقول أجر أكبر، يقول لك لا، ده ساعة ما يجي أفعل التفضيل ما يديش بلاغة زي اللي من غير أفعل التفضيل. ليه؟
لأن لما أقول أكبر يبقى فيه كبير، إنما لما أقول كبير يبقى غير صغير. يبقى مين اللي أحسن بقى؟ يبقى كبير، لأن المقابل يبقى أصغر. ولذلك احنا قلنا زمان من أسماء الله الكبير، مش كده؟ ولكن ليس من أسماء الله الأكبر، هو وصف له كده. ولذلك جعل شعار الصلاة الله أكبر. طب ده من أسماء اللي أعلن عليها الإيه الكبير، وجاب هنا أكبر ليه؟ أم قال لك لأن الكبير يبقى كل ما عداه صغير، إنما أكبر يبقى برضو لما تكون في أمور حياتك الدنيوية وبتشتغل تبقى عملك إيه أنت في عمل كبير، لأن هذا العمل هو الذي يعينك على الثاني. أنت مش عايز تعبد ربنا، طب عايز قوت، وقوت عايز تفلح الأرض، واللي يفلح الأرض عايز محراث، والمحراث عايز مصنع يعمل الحديد، ومش عارف إيه، وعايز إيه وعايز إيه. إذا حركة الحياة اللي هتعينك على الإيه عباد، عايز تعبد ربنا، عايز نجيب حتة قماش نستر العورة، طب والقماش اللي يستر العورة دي إزاي؟ أم قال لك الله تروح لبتاع القماش تشتري منه، طب وبتاع القماش جايبه منين؟ من النساك، والنساك جايبه من الغزال، والغزال جايبه منين؟ من اللي حلق القطن، واللي حلق القطن جايبه منين؟ من اللي زرعه، واللي زرعه زرعه ازاي؟ جاب آلاته، الله الله الله، تبقى سلسلة أعمال توصلك إلى إيه؟ إلى أنك أنت حتى تقيم مسائل إيه؟ فحين ولذلك التفت إلى قول الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. بس نظر البيع، طب والصنعة، طب والتدريس، طب ومثلا الطب، طب المش ده اذا كان تظهر البيع، ده البيع ده هي الصفقة سريعة الربح. لكن لما تزرع زرع يمكن تقعد شهرين ولا ثلاثة ولا ست اشهر، فاذا كان الله قد اخذك من امر سريع الايه سريع الجدوى، يبقى لان ياخذك من امر بطيء الجدوى يبقى أول. طب ليش معنى بيع ولا قالش الشري ودعوا الشراء؟ قال لك لا، ده ربنا اللي بيتكلم، لان البائع يحب يبيع دايما، انما اللي بيشتري قد يشتري وهو كاره. قول الحمد لله اللي ويسر، والله رحت لقيت المحل قافل ما لقيتش الله. لكن اللي بيبيع شو بقى؟ اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اعملوا ايه؟ فاسعوا الى ذكر الله وذروا مين؟ يبقى اخرجنا الى لقائه في بيته من عمل ولا من بطالة؟ من عمله يوم الجمعة، ويوم الجمعة كمان. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يبقى إذن كل حركة الحياة كبيرة، ولكن نداء ربك أكبر من حركة الحياة. ليه؟ لأن نداء ربنا ده هو اللي هيديك الطاقة بقى والشحنة عشان تروح تشتغل بإخلاص وبهمة ومش عارف وتعمل إيه. الله، يبقى أكبر ولا مش أكبر؟ يبقى في شعار للصلاة الله أكبر، وفي أسمائه الكبير.